حكاية اليوم هي حكاية شابة اللي غادي تشارك معنا المعاناة ديالها مع إحدى أفراد عائلتها اللي داروا لها السحر وعن غلط. في وسط القصة غادي نعرفوا لمن كانوا باغيين يديروا هذا السحر. فهاد الأحداث اللي غادي تعيشهم هاد الإنسانة كل نهار منين وهي حلت عينيها غادي يأثروا فيها بشكل كبير اللي غادي يخلوها اليوم باش أنها تمشي تعالج مع طبيب نفساني. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كل نهار العائلة غادي وكتكبر، كل نهار كيلتحقوا بعائلتنا ناس طيبين وناس راقيين. شكرا على 100,000 متابع، شكرا على 100,000 مشارك، اللي شرف أنكم تكونوا ضمن هاد العائلة وضمن هاد القناة. وأكيد لازلت في الوعد ديالي، راني ما نسيتش بلي أنني قلت لكم غادي نحط لكم فيديو بمناسبة أننا وصلنا 100,000 مشارك. باغي حيتاش معطل واحد شوية وقلت بيد ما نسى ليه، فما نخليكمش كتسناو ونحط لكم هذا الفيديو. اش بان لكم نبداو في حكايه حلقتنا اليوم؟ لنبدا. كتقول ايمان كاسم مستعار لها في قصتي هذه، غادي نرجع بكم هو الاول واحد شويه اللور قبل ما تولد. القصه ما فيها ان الاب ديالي كان عايش في العروبيه مع العائله ديالو، من بعد غادي يقرروا باش انهم يمشيو يسكنوا في المدينه. مشاو بناو الدار وبداو كيديروا المعارف مع الجيران. المهم الوالد ديالي غادي يضرب تماره مزيان وغادي يخدم بزاف ديال الصنايع، حتى جمع واحد البركه باش انه يقدر يبني شي ملك ديالو خاص. وداكشي اللي كان جدودي مع بابا كانوا بين دوك الجيران اللي تعرفوا شي وحدين اللي كانوا قرابين منهم بزاف، اللي فيهم كانت واحد المراه مطلقه وعندها وليد وكانت مقربه منه، ديما داخله خارجه للدار. ايوا بحكم ان بابا كانت كتبقى فيه فكان كيدور معاها مره مره، وكان تيشري حوايج العيد لولدها، واذا محتاجين شي حاجه فكان سباق انه يعطيها ليهم. كانت علاقه قويه بينها وبينهم في احترام وطيبوبه وخير. المهم ما غاديش يدوز بزاف وبابا غادي يفكر باش انه يتزوج ويعمر دارو، غادي يتلاقى بماما غايديروا خطوبه وغيبقى لهم غير الزواج. فديك الجاره مع عائلتها لما ساقوا الخبر بلي بابا غادي يتزوج ما تقبلوهاش، كانهم كانوا طامعين فيه باش انه يتزوج بالبنت ديالهم اللي مطلقه بولد، فهي بدورها كانت عينيها فيه. فلما كان مهلي فيها كانت يسحب ليها بلي انه كان ناوي شي معقول، ففهمت الامور غلط. المهم هي وعائلتها غادي يحقدوا عليه. هذيك المراه غادي تحاول باش انها دير اي وسيله غير باش تفرقهم. فعلا غادي تلتجئ للسحر والشعوذه واللي غادي ديروا ليهم نهار العرس ديالهم. فماما وعائلتي اللي كانوا حاضرين كيقولوا بلي انها رشات السحر للام ديالي على الباب باش فاش تدخل هي الاولى تتاذى ويتبعها بابا ويتفارقوا. ولكن سبحان الله ما غادي تخطى هذاك العجب غير واحد عمتي. من بعد شي ايامات بدا كيبان داك السحر عليها لدرجه كبيره، غادي تبدا تولي تضرب راسها مع الحيوطه وتولي تغوت وتولي تسب وتكره في الام ديالي وتعايرها، مع انها لما كانت قبل هذا الحادث فكانت انسانه طيبه وزوينه ولدابا كنشوف تصاورها سبحان الله سبحان مبدل الاحوال. ولكن داك السحر بدلها بين ليله وضحاها، فوجهها غادي يكحل وسنانها غادي يطيحوا، شعرها ولا حالته والعقل ما بقاش عندها. من بعد دازت الايام علما انها كانت ساكنه مع ماما في الدار، فكانت ماما ديما كتفيق مفزوعه وكتخاف لا تجي ليها تاذيها، وفي نفس الوقت ما كانوش كيقدروا انهم يخليوها بوحدها في الدار حيت ضروري يكون معها شي حد. وحتى من الاب ديالي ما غاديش يبقى يمشي لخدمته كل نهار، وجداتي وجدي ما خلاو فين داروا بها، ما خلاو فقيه، ما خلاو رقيه، ما خلاو حتى حد، واللي قال لهم سير لهاد البلاصه ولا دير هادي كيتجرى هما الاولي. ولكن والو، من بعد ماما غادي تحمل بيا وسط دوك المعاناه اللي كانوا مع عمتي. ودابا غادي نحكي لكم المرحله اللي فيها عقلت على راسي واللي داير بيا. ملي انا كبرت كان عقل كنا ساكنين مجموعين مع جدودي، وهاد عمتي كنت نسمعها ديما كتغوت وتقول الفاظ ماشي حتى ليه اللي كتوجههم لماما، وكتحاول انها تشد الموس وتبغي تقتلها. ديما كنت نفيق مخلوعه وتيقوني اذا قلت لكم بلي انني ما كنعرفش الجو ديال الهدوء ولا نفيق بشويه عليا. حتى من المدرسه عمرني كنت فرحانه ندخل ليها، ديما غدا ليها وانا ما كيناش، ديما مرفوعه، ديما في بالي عمتي دابا غادي تمشي تقتل ماما، غادي تجي على غفله، غادي دير لها هادي، غتفعل لها هادي، دماغي كيبقى خدام. كنت امشي غير بالجسد، روحي وعقلي كنخليهم في الدار. ما كنعرفش شنو هما، نتجمع مع الصحابات ولا نجلس في الاستراحه. الوقت اللي عندي كنمشي كنجري فيها للدار وانا يدي على قلبي بلي انه شي حاجه وقعت لماما. دازت ليام وغادي يجي خويا للدنيا وغادي يتبع واحد خويا واحد اخر، كلشي فينا حل عينيه
في وسط هذا الجو المسموم. كانت تفكر دازو شي ايامات كانوا كيربطوا ليها يديها ورجليها وكتبقى تضرب راسها مع الحيط، كتغوت وتقول والله حتى نقتلها والله حتى نقتلها على ماما. وديك القوه اللي كانت فيها ما كان حتى شي حد انه يقدر يوقفها. حنا كنا صغار كنبقاو غير كنشوفوا فيها، عمتنا كتبقى فينا ولكن ما كنقدروا نديروا ليها والو. واخا كانت تحاول انها تجبد ماما من شعرها، سبحان الله كان هذا الكره كبير بزاف اللي كتحسوا من جهه الام ديالي. كنفطروا بالخلعه، كنتغداو بالخلعه، وحتى العشاء هكاك ما عمرنا عرفنا الراحه. الايام كيدوزوا وهذوك الناس اللي داروا السحر او بالاحرى هذيك المراه فما عجبهاش الحال، خصوصا وانها كتشوف بابا باقي خدام والسيره ديالو مزيانه في الدار وفي ديك المدينه والناس كيجيو عنده منين ومنين على ودي السلعه ديالو اللي كانت مزيانه. المهم غادي يقرروا هاد الناس ومعهم هاد المراه باش انهم يمشيو للمحل ديالو اللي كيبيع فيه وغادي يرشوا ليه السحر على الباب. وفعلا من بعد شي ما تقلال غادي يبدا بان عليه هادشي، غير ولي ثقيل وما بقاش في الحماس ديال الخدمه وما كيقدرش ينوض، واذا مشى كيمشي غير بالدراع، ما بقات عنده لا قانه ولا عزيمه. المحل ولا ديما مسدود وهو غير ناعس في الدار. جدا عيات معاه باش انه يرجع للخدمه وتفكروا بلي ان السلعه راه كتضيع وبلي الرزق راه ما بقاش، مع انه كان عنده واحد الهريك كبير وحامر بالسلعه. تخيلوا كل شيء مشى، كل شيء خسر، كل شيء كلاه الفيران وسرق الزيت. واحد الشويه اللي بقى صدقوا وشي حاجه خديناها كنعيشوا بها، ايوا المحل تسد نهائيا وما بقى كيدخل ولا سنتيم وما بقاش معين لينا كعائله. كان السحر قوي اللي خلاه انه ما يقدر يدير حتى شي حاجه، تهلك وبقى شاد القنت وعمره خرج ولا سافر ولا دخل درهم. وحنا كولادو عمرنا ما عرفنا شنو هي لبسه ديال العيد ولا صباط ولا حتى الفرحه. انا بعدا شخصيا والنيابه على خوتي ما كنعرفوش الفرحه ديال العيد. 24 سنه عمري عرفت لبسه جديده لا نفرح بها ولا نمشي بها حتى للمدرسه ولا نحضر بها حتى فشي مناسبه. درهم ما كانش كتكون في جيبي، دابا بغيت نشري غير شي شكيليطه عمرني ما لقيتها. كنت كنمشي للمدرسه وكنرجع للدار. تيقوني اذا قلت لكم بلي انا عمرني ما بقيت مع شي بنت اولا درت شي صديقه اولا شي صداقه، حيت كنت كنحشم هما كيخرجوا يشربوا شي حاجه وانا والو ما عنديش. ابتدائي اعدادي ثانوي حتى الجامعه كان عندي نفس الروتين. تخيلوا كندي الطريق ونجيبها بوحدي، ما كنجلس مع بنت وعمرني في حياتي ترافقت مع شي بنت. هادشي كله حيتاش كنا مأزمين، وكيف قلت لكم كنت كنحشم انني نجلس مع البنات وما عنديش فلوس، زائد انه خاصني نمشي نجري للدار عند ماما حيتاش كنت كنخاف عليها لا تأذى من طرف عمتي. حياتنا كانت صعيبه وحتى انا صعيب عليا باش انني نوصل لك الاحاسيس ديال هذا الماضي واشنو خلاو فيا من اثار سلبيه في الداخل ديال قلبي. دزنا من الايام اللي فيها بيضه ما كنلقاوهاش نهائيا، والحمد لله. واحد النهار عمتي بالليل غادي تفيق وتجلس تقابل معنا ويسولها با واش خاصك شي حاجه واش نشري لك شي حاجه، با كان حنين فيها ويسولها وكيتهلا فيها. المهم ديك الليله بالضبط غادي تجلس عادي وكانها ما بها حتى شي حاجه، ما فيها علامه ديال الحماق، ما كتعاير، المهم كانت مهدنا. هاد عمتي بقات جالسه شحال معانا وخير كتشوف في الارض، عاود غادي يسولها با واش خصك شي حاجه، قالت ليه لا شكرا. نطقات وهي تقول ليه سمح لي يا خويا عذبتك معايا، با قال لها الله يسامح ماشي مشكل. صافي من بعد مشات تنعس وحتى حنا كذلك ومثال. اليوم التالي بالصباح خرجت حنا ما شفناهاش. المهم غادي يدوز النهار كامل جانا غريب انها مازال ما دخلتش للدار، بدينا كنقلبوا عليها فين هي عمتي فين هي عمتي، عيينا ما نقلبوا عمرها خرجت بالخبارنا. سولنا عيطنا ما خلينا ما درنا. في ديك الليله غادي يجينا الخبر عند شي جيران بلي انها انتحرت. تصدمنا وما تقبلناش هاد الخبر، كان بحال شي صاعقه وبا مسكين ما قدرش يصبر وغادي يطيح ديك اللحظه. من بعد غادي يخرج يمشي يشوفها في البلاصه اللي قالوا لينا فيها انتحرت، غادي يديوها للسبيطار باش انهم يديروا الاجراءات ديالهم. من بعد جابوها لينا ودفناها. عمتي بقات فيا حيت في الاصل هي انسانه طيبه وكل حاجه سيئه دارتها ما كانتش بالاراده ديالها، وعيب وحشومه اني نقول باللي ارتحيت حيتاش ماتت، ولكن هي اللي ارتاحت من العذاب ديال السحر اللي كانت عايشه فيه وداك الخبط اللي داروا لها دوك الشياطين. ومن جهه واحده اخرى حنا خواطرنا على الاقل غادي ترتاح من الخلعه والخوف والصداع والرعب اللي كنا كنعيشوه، غنرتاحوا من الصراعات والغوات اللي
ما كانوش كيخطونا في الدار. الله يرحمها في هذا النهار. نهيه ما نعود لكم الاحاسيس اللي عشت، ما نقدرش نوصفها لكم كيفاش دوزتهم. من بعد الموت ديالها بقى على نفس الحال، كياكل كيتفرج وكينعس والحلقه كتدور كل نهار، ما بقاش كيخرج لا يسافر ولا يمشي يزور العائله ولا يشوف صحابه ولا والو. وبيان سور حتى واحد ما كان فينا خدام، وانا براسي كنت مازال كنقرا، حتى شي واحد ما كان كيدخل علينا درهم ولا حتى شي لبسه ولا حتى شي بيضه. واحد زوج جارات حتى ثلاثه مره كيدوقونا من شي حاجه اذا داروها في شي مناسبه وكيفرحونا حيتاش فعلا كنا محتاجين. تخيلوا العائله اذا جات عندنا كيجيبوا التقديه ديالهم اللي غادي ياكلوا في ديك السيمانه ويضحكوا وينشطوا ويخرجوا، وما كاينش اللي يعقل علينا بشي حاجه في سبيل الله. دوزت حياتي بحال هكا، تربات لداخل فيا واحد العقده نتاع الخوف اللي كانت كتكبر كل نهار وكانت كتغدى مسلبيات اليوميات ديالي. زائد على هذا ما كنعرفش الحب ولا حنان ولا عطف، ما كنعرفش هاد الكلمات ما تعطوش ليا. 24 سنه سيقوني دوزها ما بين مدرسة دار مدرسة، والله العظيم إلى حياتي دوزها كلها غير في الدار. أنا بعيدة على العالم الخارجي، ما كنت لقى ناس، ما كنت جمع مع حتى شي حد وما كان عارف حتى شي حد. هكذا كبرت وهكذا تربيت. كان سمع في الحومة بلي أنهم تيقولوا عليا معفرة ولا تيقولوا عليا معقدة كله شنو تيقول، ولكن أنا في عالمي بوحدي ما كنتش كاع كنحس بلي شنو داير بيا. خلقت واحد القوقعه ديالي وعشت فيها واخا ما كنتش مرتاحه فيها. وسط هادشي كله عمرني ما نسيت صلاتي ولا قراني. فعام على عام كبرت بمرض نفساني ما كنتش عارفاه. في العام الثالث من الجامعه الحمد لله غادي نتخطب بواحد ولد الناس، من بعد عام غادي نديرو عرس، ومن بعد عام اخر غادي يديني معاه للخارج. من بعد ما قريت اللغه ديال ديك البلاد الحمد لله تعرفت على انسان مزيان وغادي يعوضني على كاع هذا الماضي المر اللي داز عليا واللي كنعيش معاه اليوم. عمري عشت في طفولتي ولا في الدار ديال الوالدية. ساراني وعرفني اشنو هي النعمه ديال مولانا. حتى حاجه في هادشي ما كنت عارفها. عرفت شنو هي الحلوه، اشنو هو الخروج، وشنو هما حوايج جداد. تخيلوا كيديني حتى الالعاب نلعب فيهم ويشريهم ليا. اي حاجه تحرمت منها في طفولتي كامله هو كيعطيها ليا دابا. ولكن المشكله هي انني بسبب داكشي اللي عشت منين وانا صغيره، فاليوم تشخصت بلي انه عندي مرض نفساني. فالزوج ديالي كيعاني معايا، تيصبر حتى كيعيا وعاود يجدد الصبر وهي غاديه، تيصبر معايا حتى عيا ويعاود يصبر من جديد حتى شاف ليا طبيب نفساني. الحمد لله انا فتح السن دابا واحد شويه، هذه عام وانا متبعه معاه الحمد لله على حالي، واخا باقى بين المد والجزر. اما والديا فالحاله ديالهم مستقره، واخا با مازال ما خدامش ليومنا هذا، ولكن الحمد لله كنحاول انني نعاونهم بشي بركه قليله غير باش انهم ياكلوا ويخلصوا الموضوع. اما واحد طرف من العائله فكيبان لهم غير المظهر، تيبداو يقولوا او تزوجات مشات لاوروبا سعدتها، ولكن حتى واحد ما عارف الالام اللي كنعيشو دابا يوميا. باقي مازال تابعني الماضي وما بقيتش كنعرف انني نعس. حتى كتوصل 3 ولا 4 ديال الليل في نعاسي ديما الاحلام ديال الرعب، النعاس الطبيعي لدابا ما كنعرفوش، ونهاري كيدوز كله ملل وحزن بسبب داكشي اللي داز عليا. فانا باقا مازال تحت العلاج وباقا مازال كنتصارع مع الداخل ديالي. رسالتي لكل متتبع ومتتبعه، لن يصيبك الا ما كتب الله لك ولو كان على ظهر عدوك. يعني الحمد لله على اي حاجه وقعت لينا في حياتنا، واي حاجه وقعت الا وفيها خير كبير. وبنادم عمرو ما ينحرف على الطريق ديال مولانا، او لا يقول انا فقير انا ما عنديش فلوس اجي ندير شي حاجه اللي تجيب لي الفلوس وتخرجني على طاعه مولانا، حيت الحرام ما كيدومش والساحر لا يفلح من حيث اتى. انا عارفه بلي هادشي كيبان لينا كمظهر شر، ولكن داخليا عندي يقين وعارفه بلي انه اي حاجه دزنا منها وقعت لينا فيها خير كبير، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منه. وهذه هي كانت حكايه حلقتنا اليوم، كنتمنى انكم استفدتوا منها. وكدائما وابدا ما تنسوش صاحبه القصه انكم تهزوا لي المعنويات ديالها وتخليوها تقرا الايجابيات في لي كومونتير. هانتوما هادي 12 وخا هكاك ما نسيتكمش، وقلت ضروري نصورها رغم ضيق الوقت وبزاف ديال الحوايج، ولكن ضروري نطلع عليكم ونعطيكم شي حاجه وما نغبرش عليكم. شكرا على دعمكم وعلى وجودكم وعلى طيبوبتكم وعلى كل شيء. ما تنساوش انكم تشجعوني ملي لايك، واللي ما فيهش انه يكتب شي كومونتير يحط لي ولو غير نقطه، هادشي كيشجعني ويخليني انني نزيد نستمر ونعطي اكثر. خليتكم على خير، نتلاقاو في حلقه مقبله قريبا جدا. سلام. سلام.